بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كتاب مهندس موقع ملاحظات سريعة وهامة عن حدادة القواعد المسلحة. اتجاه الفرش بيكون في الاتجاه القصير إذا كان رفرفة القواعد متساوية من جميع الجهات، يعني لو عندنا قاعدة المعمود بيكون في منتصف القاعدة، والرفرفة اللي مين قد الشمال، والرفرفة اللي فوق قد اللي تحت، وكل الرفرفة من الأربع اتجاهات واحدة. في الحالة دي طبعا هو مش فارق كتير نفرش فين ونغطي فين، لكن يكون الأفضل إن احنا نفرش في الاتجاه القصير من القعدة، يبقى الفرش بيكون في الاتجاه القصير والغطا بيكون في الاتجاه الطويل. بشكر حضراتكم وبسألكم الدعاء، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.